ما انا معيش 4000 جنيه عشان امشي حد. مساء الخير. 25/2/2018 ده كان الويكند بتاعي هنا في محافظة قنا. حابب بس اشكر كل الناس اللي جابت لي الهدايا النهارده. يعني اذا صباح الخير مساء الخير. اذا صباح الخير مساء الخير. طلع الاستاند ما فيش داعي في اللحظه. ما عرفتش الفها. ما عرفتش الفها بس للاسف. لا لا لا. هتاخد الشكل الغريب. استنى انت بس استنى. طب تعالى خلاص. شوف شوف خدت خدت الشوت. معانا استاذ تامر. تامر عادل. تامر مريت مفيد. مارينا عادل. مارينا من نادي تامر. عملوا مع بعض كده مفاجأة ظريفة. هم بيعملوا باش وراندا. ماليش دعوة الفيديو ده هينزل. فالاستاذة مريت والاستاذ تامر ومارينا عادل مشيت. فنشكرهم كلهم. هم يعني اشتركوا مع بعض جابوا لي هدية. والاستاذ بيشو هنا معانا جاب لنا اسمه ايه ده بيشو؟ كابتن كانسون. كانسون؟ كانسون جاب لي الكالسون. كالسون ده في اللبس. جاب لي الكانسون ده. دي حاجة في وقت عارف انت اللي هو رايت رايت بريزنت ان ذا رايت تايم. يبقى في الوقت المناسب. يا ابني خلاص. يبقى في الوقت المناسب. يعني انا كنت بحاول. يا ابني خلاص. انا بقول كلمتين. انا بقول كلمتين. لسه كنت بقول في الفيديو اللي فات اللي هو كان امبارح. هسيب لكم اللينك بتاعه او هسيبكم في الكارد فوق او في اللينك بتاعه تحت. كنت بقول ان انا لسه عايز اظبط الاستوديو بتاعي بس اي دونت هاف انف ماني. بس اللي ما كنتش اعرفه ان انا اي هاف فريندز. في تو اوف ماي فريندز ورايا هم في الخلفيه. فالحمد لله يعني جابوا لي الستاند وجابوا لي الكانسون دي ورايا في الخلفيه. فتقريبا كده خلاص يعني يوم يومين بالكثير وهصور اول فيديو ان شاء الله يوم او يومين من بعد الفيديو ده ما ينزل. هصور فيديو كده في البيت وان شاء الله بالست اب الجديده. حابب اشكر بس كل الناس اللي يعني او يعني دي هديه. احنا بندعمك. هم بيدعموني في اللي انا بعمله. يعني هم جابوا لي الهديه. انا دايما كنت بسمع ان احسن حاجه ان الواحد يجي له الهديه اللي هو عايزها او الحاجه اللي هو عايزها يجي له هديه. فانا اول مره اكسبيرينس او يبقى عندي اكسبيرينس في الحته. يا ابني خلاص منظر الفيديو باظ. يا ابني ده حلو. الناس هتقعد تضحك. هم بصوا تقريبا يعني واخدينهم ايجار في هرجوهم. فانا اول مره يعني احنا سالفين الفلوس. طب عندي اكسبيرينس ان حاجه انت عايزها في الجيله كده. الناس بتقول علينا مجانين. حابب اشكر كل الناس. ما عادي عادي. زيار ايجيبشنز عادي. فانا حابب اشكر كل الناس. اشكرهم بالاسم. تامر عادل. تامر ومريت مفيد ومارينا عادل والاستاذ بشوي. كلهم الحمد لله ساهموا بان هم يجيبوا لي الهديه دي. وبرده كان في ناس ثانيه موجوده معانا مش حابه تطلع دلوقتي في الفيديو. بصوا شفتوهم بسرعه كده. اتس جود تو بي هير وذ ذم. ام سو هابي. ده احسن يوم يعني الشهر كله. انا بكره نازل الشغل كده ومعايا انرجي جامده ان شاء الله. حط الهديه في مكان عالي. طلعوا في الفيديو ماليش دعوه. فان شاء الله كده بكره نبدا الاسبوع في الشغل وصحه كويسه. بسرعه عشان هم قدامي فالحق بسرعه اقول كلمه. معايا الاستاذ مريت من الناس اللي انت صاحبه الفكره بتاعت الاستان. هي يعني كانت من الناس اللي حفزت الفكره ان هم يجيبوا لي الاستاند. خصوصا ان انا كنت عايز الاستاند يعني عشان يساعدني في التصوير في البيت. مش هينفع اطلع بيه الاستاند في الشارع لان الاستاند كبير. يعني بص تقريبا لغايه متر ونص. فينفع معايا في البيت. فمن الناس اللي دعوا يعني شجعوا الفكره وجابوا لي الهديه. وانا كل ده انا اقترحت الاستاند. جايز الميه قلت له بلاش ميه. اصل تامر اقنعني قال ان هو الميه بتاعه شغال كويس مشكلته في الوسط. لو جبنا اي ميه تاني كنا جبنا استاند هيبقى احسن. طب ده حاجه جميله. البتاع ده الرينج لايت جبناه. لا الرينج لايت ده غالي. ممكن المره الجايه ان شاء الله في عيد الميلاد تقدر تلحق وتحوش.
فيعني مريتو الاستاذ تامر انا هفضل اقول الاسماء دي تقريبا اصحى الصبح بدري اقول تامر عادل تامر مريتو مفيد مارينا عادل بشوي ابو الحسين فهقول اقول الاسماء دي كتير كده في حياتي لان هم زي ميد ماي داي سبيشال. انا بكره رايح الشغل واخش في روتين الشغل تاني وفي الدنيا دي وما عنديش اي مشكله خلاص كده النهارده اكتفيت بوزيتيف انرجي. فا اول مره اعتبر شعور ان يجيني هديه انا عايزها او يجيني هديه في المطلق اساسا سربرايز برضو مفاجاه ان تامر برضو اخوانا في مجهود حصل ان مجهود هتشوفوه في الفيديو اللي هنزله تامر بس مش عارفين هنزل امتى كان الموضوع مجهزه من مده جامده او من اسبوع تقريبا غير ان هو نزل من الاقصر وغير ان هو راجع الاقصر تاني بالليل وفي شو تاني برضو جالي من الاقصر بعد ما خلص كليته فكان في مجهود في الموضوع نفسه فانا حاسس ان انا حاجة حلوة يعني بالنسبة لنا. فا thank you guys. I hope. آه we are going to محل كده اسمه زنق أبنا. لو حابين تروحوا كده يعني محل جميل. فشكرا خالص يا جماعة. شكرا للناس أكيد الناس اللي جبتنا ليها شوف الفيديو ده. فا thank you very much. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك أو توري لأصحابك عشان يقولك هذا وكده. Bye.